شخص اذنب ذنبا وعقد النية على الا يعود اليه، ولكنه رجع اليه مرة ثانية وثالثة، فهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لن يستطع، بماذا تنصحونه؟ على كل حال الواجب عليه ان يستمر بالتوبة دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فاذا تاب من الذنب توبة صادقة بالندم والاقلاع والعزم ان لا يعود ثم بني به مرة أخرى فعليه جريمة الذنب الآخر والذي تاب منه، فعليه أن يجتهد في التوبة مما وقع مرة أخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبة الصادقة والإقلاع والندم والعزم لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبة الصادقة، ويجده ربه ويضرع إليه أن يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الأخيار ويصحب صحبات الأشرار، فإن هذا في الغالب أنه يصيبه الرجوع إليه بسبب صحبته للأشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فإذا بقي معه بالصحبة فإنه يعود إليه في الغالب، لكن يجب عليه أن يباعد الأشرار ويدع صحبتهم وينتقل إلى أصحاب آخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود أن الواجب أن يحاول البعد عن أسباب العودة إلى هذا الذنب، وإلا هو غير مؤاخذ بالذنوب السابقة، كل ذنب من تاب منه توبة صادقة فإنه يمحى عنه وإنه يؤخذ بالذنب الآخر الجديد الذي عاد إليه، وهكذا قال أهل السنة والجماعة.